نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. فنحن في هذه الليلة نجسد أو نستخرج مكان الحب والوجدان من قلوب المجتمع الجزائري الذي طبع على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مجسدين معاني قوله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله تبارك وتعالى به العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في هذا الشهر وفي هذه الليلة على وجه الخصوص مجالس الصلاة عليه ومدارسة سيرته العاطرة وشمائله النبوية، حتى يتسنى للمسلم أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اليوم كرمونا زبيعة بالقائدية في هذا المجلس الشريف. الحمد لله، ربي وفقني ما بين دراستي في المدرسة ودراستي هنايا في الزاوية. عندي 3 حزاب، والحمد لله ربي شغل مدلي ميزة ما بين كاع الناس، وخلاني نقرا نوفق ما بين قرايتي ونوفق ما بين مدرسة هنا في الزاوية. الحمد لله، بفضل الله قد أتممت حفظ 20 حزب بفضل الله، فإنا ندارسه ونتعلمه بطريقة اللوحة والدواية وطريقة تقليدية التي قد تخرج من عندها الكثير من المشايخ وكثير من الفقهاء وأعلام الدولة الجزائرية. اليوم كانت جوائز المسابقة تاع المولد النبوي للقرآن الكريم. نقرأ أولى ثانوي، عندي 8 حزاب، و نقراو بطريقة اللوحة والدوات والقلم، نكتبو ويفتح علينا الشيخ ومن بعد نحفظو، نكررو بسبحة حتى نثبت ونراجعو ونخصو وقت للقرآن ووقت للقراية. السلام عليكم، نقرأ أولى ثانوي، وكرمونا اليوم في مولد نبوي شريف بمناسبة مولد نبوي شريف، حفظ 5 حزاب، وبالتأكيد ما نساوش الموافقة ما بين القرآن والدراسة، وما لازمش نساوها.